نساء الجزائر ونساء العالم تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون وبتوصية خاصة من الوزيرة مليكة دودا نظمنا هذا المؤتمر بالتنسيق مع نادي عين تيموش تقرأ لتكريم المرأة في يومها العالمي. فهو برنامج سري وقد فصلت فيه رئيسة النادي، ومن بين أهداف هذا الملتقى أن يكون هناك برنامج سري مغاير عن ما جرت عليه العادة، فأردنا الإلمام بجميع اهتمامات المرأة، وهذا ما ينعكس من خلال برنامج هذا المؤتمر. وكذلك خاصة أردنا تكريم تلك النساء المناضلات التي تتعبن في يومهن، وهذا أردنا أن يكون لهم يوم استراحة ويوم سعيد ويوم للراحة ويوم خاصة لإبراز مواهبهم والترفيه عن أنفسهم إلى آخره، فيوم سعيد لكنا جميعا. أستاذ اسمك؟ لشلاش عمارية، مديرة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية عين تيموشنت. شكرا. Je souhaite une bonne et heureuse année à toutes les femmes algériennes. Et vive la femme! كل جزائر ان شاء الله تبقى كي المواره ديما سقيه بدم الشهاده، ونطلبوا الخير والسلم والحفظ لبلادنا ان شاء الله. كلمه اختي. السلام عليكم. ان شاء الله ما نحبسوش غير على هذا النهار، احنا كالا معدنا العيد، ونقول بون كوراج كاع اللي معاهم وصحه عليكم ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. ان شاء الله ان شاء الله. بنتي هنا عندك كلمه. كل نساء جزائريات والعربيات والمسلمات كل نساء العالم، وان شاء الله نكونوا دائما ناجحات سعيدات كل ايام السنه مسيره ان شاء الله. اليوم عيد المراه، وكل ايام هم اعياد للمراه، لانه ما نقدرش ننكروا قيمه وقدره المراه والاهميه نتاعها في المجتمع وفي بناء الحضاره وفي الكون كاع كاجمع. وهذا الشيء نستشهد بالقران الكريم ونستشهد بالدين تاعنا اللي دائما هو الغوكار تاعنا، باللي اعظم من اعظم مخلوقات لله سبحانه وتعالى هي المراه. دونك نطالب باش كامل المسؤولين وكاع يقدروا هذه القيمه، ودائما يعطوهم فرص ويعطوهم اماكن يقدروا يخرجوا القدرات تاعهم ويبوستوهم ويدعموهم، باسكو يقدروا يديروا تغيير كبير وعظيم. يعطيكم الصحه ومرحبا بكم. ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله هذا العيد يكون بالصحه والستر ان شاء الله والبركه، وان شاء الله ربي يفرض علينا هذا الوباء ان شاء الله وعلينا وعلى المسلمين جميعا ان شاء الله. تبارك الله رب العالمين. والمرأة الجزائرية، المرأة الجزائرية نتمنى لها الصحة ان شاء الله، الله يطول في عمرها ان شاء الله، الله ان شاء الله ربي ان شاء الله يكون معنا والله يطول الصحة ان شاء الله للمرأة الجزائرية وكاع المسلمين والمسلمات ان شاء الله، وربي يخلي لنا المديرة تاعنا بين النساء والهلال غادي نفرحوا ان شاء الله. اكبر المرأة في العالم. Thank you.